سيدة ترفع صورة وبنظرات حزن لا ينقصها الإصرار بانتظار معرفة مصير ولدها المعتقل. أبدا لحد الآن 6 شهور لحد الآن لم أعرف ابني فين. هذه الأم انضمت لوقفات أسر المعتقلين والمخفيين، وقد وصلت التظاهرات هذه المرة إلى بوابة القصر الجمهوري بمعاشيق. نطالب بأن تكون هذه الإجراءات الأمنية مستندة للقانون، والقانون الوطني واضح جدا يحق لأبناء وأسر وأقارب أي واحد يجرى اعتقاله أو اختطافه أو يعني احتجازه، من حقه أن يراه، أن يرى قريبه، أن يسأل عليه ويعرف أين متواجده. مزيدا من الخارجين عن صمتهم يكتظون هنا ويعبرون عن توقهم لمعرفة مصير مواطنين تختلف التهم أو حالات الاشتباه. كل الجهات الحكومية تنفي علمها بالحادثة أو حتى تبعية الجهة التي قامت باقتحام المنزل، رغم أن عملية الاقتحام كانت بمدرعات وبشاصات. يظل غياب المنظومة القضائية أبرز الأسباب أمام حالة هذه التعقيدات الأمنية، ويعبر الفريق الحقوقي عن إهمال قيادة السلطة القضائية. لدينا بعض المطالب من ضمنها توفير قوة أمنية وتوفير نفقات تشغيلية والعديد من وغيرها من الطلبات. طبعا هي مطالب في المجمل المشروعة، ولكن كان هناك تراخي في التعامل مع السلطة التنفيذية لاستجلاب هذه المطالب. تتعالى الصرخات هنا ولا آذان تستشعر لهفة الأمهات وقلق الأطفال وتبرم المجتمع ككل. وقفات أسر المعتقلين صارت أكثر كثافة وانتقلت إلى هنا أمام القصر الجمهوري، علها تصل إلى رئاسة الحكومة ووزير الداخلية لوضع الحلول اللازمة لمشكلة صارت تتفاقم يوما بعد يوم. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.